وين طالعه حتى ما اصلع الشاشه؟ يعني شو بدي؟ وين طالعه؟ طالعه على المخدات شي 10 15 مخده هيك شيء. لو كنت ما انا حاطه المخدات لك وكنت بطلع لاول الشاشه بطلع نصكم. طيب ليش ما تشتروا بيت من ارباح اليوتيوب؟ مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو حبايبي، اليوم الفيديو الجزء الثاني من قراية التعليقات. مثل ما طلبتوا مني بالتعليقات اعمل الجزء الثاني من قراية التعليقات، فانا اليوم رح اعمل الجزء الثاني واخترت شي 15 او 20 تعليق لأقرأ اليوم. بتمنى انه ما رح يطلع تعليقه ما بيزعل مني. إن شاء الله بالفيديوهات الجاية بيطلع تعليقه. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا تضغط لايك وشير وسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بحبكم. اليوم الفيديو حبايبي رح أقرأ التعليقات لحالي، وداد ما رح تطلع. الحمد لله عم أدرس وتحسنت قراءتي، لهيك عم أقرأ. اليوم رح أقرأ التعليقات لحالي، وداد قاعدة هنيك ما رح تطلع معي. لكم انا دعمتكم، رح طلع تعليقاتكم على الشاشه. انتوا ليش ما عم تدعموني؟ ان شاء الله تدعموني ونوصل لخمسين الف، والكم مني احلى حفله مثل ما وعدتكم. هلا خلينا نبدا الفيديو. التعليق الاول من غدير الذيباني، يلا يا جماعه نوصل ليانا للخمسين الف متابع. كل عام وانت بخير، عقبال 100 سنه يا رب. اتمنى تثبت تعليقي عشان الكل يشوفه، ونحاول نوصلك للخمسين ألف متابع. بحبك من اليمن. شكرا لك حبيبتي على هذا التعليق، وإن شاء الله بدعمكم وصل 100 ألف وأكثر. وتحياتي لك ولكل أهل اليمن، وشكرا لك على هذا التعليق. التعليق اللي بعده كيم يون، شكرا على البث، بس ممكن تسوي واحد ثاني؟ بحبك وأسفة ما كنت شوف البث، آسفة كتير. ولا يهمك حبيبتي، بس ما بعرف ليش كل ما عم اطلع على البث عم يحضروني، حاضريني من القناتين. بس ان شاء الله بس يعني خلوني بث، رح ارجع وبث معكم واتسلم معكم. شكرا لك على هذا التعليق. التعليق اللي بعده من بنت العراق، بصراحة انا لو كنت مكانك كنت خجلت، بس انتي شجاعة ما بتخجلي، صراحة أنا بفتخر فيكي. شكرا لك حبيبتي على هذا التعليق. وأنا ليش لأخجل؟ هذا وضعي يعني، وأنا بفتخر فيه وبفتخر فيكم. شكرا لك على هذا التعليق. التعليق اللي بعده من أتس روسي، يلي يحكوا عن ليانا سيء رح فرجي. بيتك مو بس خيمة، هو قصر عن جد بحكي. المهم بعشقك حبيبة قلبي يعني، ونحن قاعدين بالخيمة يعني وعايشين ومرتاحين فيه. المهم راحة البال، وشكرا لك على هذا التعليق. التعليق اللي بعده من ألي نار، نال ألي نار. أوكي. سلم إيديك يا حبيبتي، وراح أنشر قناتك الكل يلي وين يلي 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 قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. مش انت قول لي قلت لي البتاعة امي. التعليق اللي بعده من اني نار، يسلم ايديك يا حبيبتي، وراح انشر قناتك لكل يلي بعرفهم، وانا ان شاء الله راح نوصلك لحلمك. شكرا لك حبيبتي. شايفين بدي انا كنت لكم مثل هذا التعليق، كل واحد مثلا ينشر قناتي لعشر أشخاص، يكون هيك وصلتوني لخمسين ألف وأكثر. التعليق اللي بعده من نانيتي، أحبك مرة، سوي فيديو مع يوتيوبر اسمه برهوم، بحبكم. أول شيء شكرا لك على هذا التعليق، بس برهوم وين وإحنا وين؟ يعني يمكن ما بيرضى يصور معنا. التعليق اللي بعده من أشواق، الفيديو مثل صاحبته، قمر عسل زق
قمر زائد عسل زائد فلة زائد طيوبة زائد متواضعة زائد لطيفة فلة ليانة. شكرا لك حبيبتي، انت العسل. شفتوا ليش بحب اقرأ تعليقاتكم؟ لان كلها مثل صاحبينا. حبايب قلبي شوفوا طفى النت من تعليقاتكم الحلوة، قلتلكم لا تكثروا تعليقات حلوة فصلنا. يلا هلأ بزبطه وبرجع لكم، خليكم معنا. تعليق اللي بعده من بيسان، ليش خفيتي عدد المشتركين؟ بحبك قلوب قلوب قلوب، وأنا بحبك وشكرا لك على هذا التعليق حبايب قلبي. بس هالكم يوم رح رجع عدد المشتركين إن شاء الله. حبايب قلبي صار لي أكثر من ساعة بحاول فيه ورد فصل، وهلأ بدنا نروح نكمل على التليفون. أنت وين طالعة حتى موصلة على الشاشة؟ يعني شو بدي؟ وين طالعة؟ طالعة على المخدات. شي 10-15 مخدة هيك شي. لو كنت ماني حاطة المخدات لك وكيف بطلع لأول شاشة بطلع نصكم. يلا خلينا نروح نكمل التعليقات. عجبكم حبابي؟ وداد عم تتمسخر على طولي، شو بعمل لي يعني إذا أنا قصيرة؟ يلا خلينا نكمل التعليقات. التعليق اللي بعده من جيمز، الكياتة، الجمال، الأخلاق، الأدب، الذكاء، كل هذا فيك ليانا. أتمنى تطلعي تعليقي، تعبت وأنا بكتب. شكرا لك حبيبتي، شكرا لك على هذا التعليق، وأكيد تعبتي على هذا التعليق، وأنا بحبكم من كل قلبي. التعليق اللي بعده من الفن والرسم، أحلى وأجمل ليانا بالعالم، دخيل ربك، شو حبابة، بحبك، إن شاء الله توصلي للمليون مشترك. بس ممكن طلع تعليقي، وهي طلعت تعليقي وأنا بحبك كتير كتير. التعليق اللي بعده من إلهام، أول تعليق زاد، الله يحميكم يا رب يا أجمل أختين وداد وليانا. شكرا لك حبيبتي على هذا التعليق، بحبكم كتير. التعليق اللي بعده من برنوش، حملة توصل ليانا للخمسين ألف، ممكن قلب ليانا وهي أحلى قلب، وإن شاء الله رح نوصل للخمسين ألف، بحبكم. وهي حطيت لك قلب وطالعت تعليقي. التعليق اللي بعده من زهرة العلاق، العراق، ليش ما بتبيعي جوالك وتشتري بيت؟ تحياتي إليك وشكرا إليك على هذا التعليق. تعي تاخدي تشتري تليفون تعطيني بيتكم. خلينا نروح للتعليق اللي بعده. حبايب قلبي دول تعليقين، تعليق واحد معلق والتاني راد عليه. حبايب قلبي بدي إلكم شغلة، التعليقات السلبية أنا ما رح طلعها على قناتي ورح أحذف اسمه، وهلأ رح ورجيكم التعليق. أول تعليق كاتب بتقرف يا جماعة، كاتب هو بتقرف يا على أكلك المقلوبة، هو عم يحكي عن نعمة رب العالمين. لو عم يحكي عني ما كنت زعلت ولا حكيت عنه، وأنا بتشكر التعليق الثاني الكاتب له، احترم نعمة الله، عن جد احترم نعمة الله، يعني أنت ما عم تحكي علي، عم تحكي عن نعمة الله. حبايب قلبي بدي اعتذر منكم لانه هذا الشخص حضرته من القناة. هذا التعليق كاتبة زين تاكلون مقلوبة عبالي بس خبز وشاي، عود هم فقراء كذابين. اول شي تحياتي لك على هذا التعليق، ولا نحن ما لنا فقراء وبناكل احسن الاكل، وبناكل كبسة ومقلوبة ولحم، بناكل كل شيء بيخطر على بالنا، مو مثل ما كنتم فاكرين خبز وشاي، نحن كل شيء بيخطر على بالنا بناكله، والفقر ما نعيب. التعليق اللي بعده من حب الصداقة، طيب ليش ما بتشتروا بيت من أرباح اليوتيوب؟ هون البيت بلبنان بكلف 150 ألف دولار، وأرباحنا بالقناة 100 ألف دولار، باقي علينا 50 ألف دولار وبنشتري البيت، شهر زمان وبنشتري البيت، دعونا. لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتشكركم على التعليقات الحلوة حبايب قلبي، وفي بعض التعليقات بتضحك، يعني ليش ما بتشتري بيت من أرباح اليوتيوب؟ بيسمعوا أنه اليوتيوب بيطلع
بيطلع مصاري بس انه ما بيعرفوا قد شو بيطلع. حبايب قلبي صرنا 5 شهور نحن عم بنصور بالقناة ولهلأ ما استلمنا ولا ليرة. إن شاء الله بالمستقبل بدعمكم أنتو رح يطلع لنا أرباح. وشكرا لكم على التعليقات الحلوة. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على الجرس تنبي حتى يصلكم كل شيء جديد. بحبكم، استنونا فيديوهات جديدة.